فاركم الله. المستمع بشير أبو بكر أحمد، هندي مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول: هل يجوز أداء خطبة الجمعة أو خطبة العيدين بغير اللغة العربية؟ أفيدونا في هذا جزاكم الله خيرا. لا يجوز أداؤها بغير اللغة العربية، لأنها هي الأصل، وإذا كان في المصلين أعاجم فإنها تترجم لهم، تلقى بالعربية ثم تترجم لهم بلغتهم. أما إن كان الحاضرون كلهم أعاجم فلا بأس أن تلقى عليهم بغير العربية، بلغتهم التي يفهمونها. فالحاصل أنه إذا كان الحاضرون كلهم أعاجم فإنها تلقى عليهم الخطبة بلغتهم التي يفهمونها، وأما إذا كان فيهم عرب وفيهم أعاجم فإن الواجب إلقاؤها بالعربية وتترجم بلغة الأعاجم الحاضرين. نعم.